في الكويت ب 3 جنيه، وانا كنت اتكلم دقيقة. برضه يعني انا فاكر مفتوحه المسؤول العالم محمود تتصل باي حاجه يعني لا مش كل بلد ولها تسعيرة. كمان يعني كل ولاد بلد ولا، عفاريت برضه كمان. لا ما زي عادي بالظبط، زي التليفون العادي بالظبط، كل حاجة ولا حاجة يعني. الاستاذ محمود جالي اللي هو طلع المعاش ده فاحكي لي نكته بيقول محمود ان مين ده؟ محمود هذا كشف والله في سجن منه طلع المعاش بسرعه كمان ليه ولاد وعيالين دكاتره يعني. ايوه، فبيقول ان في واحد بيقول جايب مراته شايفه بالطين و20,000 جنيه، قالت له قال لها بصراحه كل ما اخونه كنت اجيب بيضه احط بيضه كده يعني، قال خلاص يا خنتني مرتين ما جراش حاجه يعني ما جراش حاجه في العمر بالطين يعني. طب و20,000 دول ايه؟ قالت اصلا كل ما اكون كرتونه ريحه اروح احط فلوسها جنب البيت. كلهم